بر الوالدين واجب، وقد ورد ذكر بر الوالدين بآيات كثيرة من القرآن الكريم، ولكن إذا كان الواحد أحد الوالدين قاس على ولده وخرج منه وقد أخذ الوالد يدعو عليه، هل يعتبر خروجه منه معصية وعقوقا لوالديه أم لا؟ هذا المقام فيه تفصيل. قدم لكم أن الوالد له حق عظيم، والوالد كذلك، وأن يبغي الوالد أن يكون قاسيا ولا شديدا، بل يكون لطيفا رحيما حتى يعين أولاده على بره، حتى يعينهم على بره بعبارته الطيبة ولينة وعدم قسوة. ولكن بعض الأولاد أيضا شر، بعض الأولاد شر يدعون إلى الشر، وهكذا بعض الزوجات كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فهم فتنة يعني اختبار وامتحان، قد يختبر الله الآباء والأمهات بأولادهم، فإن نصحوا لهم ووجههم إلى الخير أثابهم الله، وإن تساهلوا معهم في المعاصي والسيئات استحقوا العقاب من الله عز وجل. والأولاد والزوجات أيضا قد يكونون شرا، قد تكون الزوجة شرا على زوجها، تدعو إلى الباطل، تدعو إلى الفساد والمعاصي، وهكذا الوالد قد يكون خبيثا يدعو والده إلى الشر والبلاء والفساد. فيجب على الوالد أن يحذر، وأن لا ينساق مع أولاده، وأن لا ينساق مع زوجاته فيما لا ينبغي، بل ينظر فيما يدعون إليه ويختار منه الطيب ولا يختار الخبيث. إذا دعت الزوجة إلى شيء فلا يسارع إلى إجابتها حتى ينظر النتيجة، وهل هذا شيء يرضي الله الوجائز وما عاقبته، فيختار الزائر ما فيه الخير والعاقبة الحميدة ولا يضره ذلك. وهكذا الولد قد يكون شرا، قد يكون فاسدا، قد يكون منافقا، قد يكون كافرا يتلبس بالإسلام، فليحذر هذا الولد ولا يأخذ من كلامه ولا من دعوته ولا من طلباته إلا ما كان يرضي الله ومما أباح الله سبحانه وتعالى، وإما يرجو فيه العاقبة الحميدة حتى لا يقع في شر مما حذر الله به. ما حكم فإذا خرج، فإذا قال له أبوه، فإذا فعل معه أبوه ما يوجب الخروج وخرج فلا بأس، إذا كان والده ضيق عليه وضيق على زوجته ولم يمكنهما مما ينبغي مما أباح الله لهما لسوء خلق الوالد، فلا ينبغي له أن يعالجه بالتي أحسن، يعالجه بالتي أحسن، يرفق بوالده ويقول: يا والدي ارفق بنا، أرجو أن تفعل كذا وكذا، وإلا فاسمح لنا أن نخرج من هذا البيت إلى بيت آخر. يخالف التي أحسن، فإن استطاع أن يجلس مع والديه ويرفق بهما هذا هو المطلوب، هذا هو الذي ينبغي له. وإن لم يتيسر ذلك لشدة الوالد ولأنه يعامل معاملة قاسية تضره في دينه ودنياه، وربما سببت عليه انحرافه عن الهدى، وربما سببت أيضا حقوقه لوالديه ووقعه فيما حرم الله، فليخرج وليعامل والديه بعد ذلك بالتي أحسن، ولو دعوا عليه يرفق بهما ويعاملهما بالتي أحسن، ويجتهد في برهما وإرضائهما.